إذا مادتنا كلياتها عبارة عن تفاعلات، والتفاعلات إلها زي ما أخذت مرة في الكيمياء، أخذت إنه معظم التفاعلات إلها إيش؟ إلها طاقة تنشيط. مثلا أنا هون عندي المادة الداخلة في التفاعل سبستريت، لازم تمتلك طاقة معينة عشان الروابط الحرجة فيها تنكسر عشان تتكون محلها روابط أخرى. هذه الطاقة بنسميها، أو هذا الفرق في الطاقة بنسميه activation energy. once المركبات السبستريت امتلكت هاي الطاقة، فممكن بسهولة أحولها إلى منتجات products. حكينا إذا بدنا هاي التفاعلات تمشي بشكل أسرع، فنحن شو لازم نعمل؟ لازم نقلل من طاقة التنشيط في داخل الجسم. عشان أخلي التفاعل يمشي بشكل أسرع، فالجسم رح يوفر مادة، رح يوفر مركب أو مولكيول، جزيء. هذا الجزيء بنسميه انزيم. إنزيم. برافو. فإذا طالما أنا في الكيمياء الحيوية رح آخذ تفاعلات، رح آخذ ميتابوليك باثوي، معناته أنا بحتاج حتى تصير هاي التفاعلات بشكل سريع بحتاج إلى إنزيم. إنزيم، إذا معظم البايوكيمستري، معظم الشباتر فيها إنزيمات، ورح نحفظ كمية كبيرة من أسمائهم وأفعالهم. الإنزيم، ما هو تركيب الإنزيم؟ خلينا نراجع مراجعة سريعة، شو هو تركيب الإنزيم؟ هل هو دهون؟ بروتين لا، بروتين بروتين. بروتين معظم الإنزيمات عبارة عن بروتينات، بعض من الإنزيمات عبارة عن RNA. RNA. أوكي، فإذا معظم الإنزيمات تركيبها بروتين، قلة قليلة تركيبها RNA. تمام. ما هي العوامل، أو قبل ما هي العوامل، كل إنزيم بكون في عنده جيبة، هاي الجيبة كتير مهمة، وهذه هي الجيبة اللي بترتبط مع المادة الداخلة في التفاعل، أو اللي بنسميها سابستريت. هذا هو السابستريت. ترتبط، يرتبط السابستريت في هذا الموقع ويتحول إلى منتج products. شو بنسمي هذه الجيبة اللي بتحول السابستريت إلى products؟ Active site. Active site. برافو. إذا هذه اسمها active site. برافو. أوكي، صحيح. كل إنزيم عنده اسم، صح ولا لا؟ فمثلا الإنزيم اللي كان يحول سكر الحليب لاكتوز إلى مونوساكارايدز اللي بتكونه، اللي هو فركتوز وجلوكوز، شو كان اسمه بتتذكره؟ أيوة، هذا بتذكر شو كان اسم الإنزيم؟ أوكي، اسمه لاكتيز. لاكتيز. أوكي، أعطيني اسم إنزيم من عندك بتعرف شغله. أعطيني إكزامبل من عندك، أنا أعطيتك مثال، أنت أعطيني مثال. أساعدك. البوليميريز مثلا. حلو حلو، بوليميريز، دي ان اي بوليميريز، اللي هو شو كان ياخذ؟ كان ياخذ النيوكليوتيدز مثلا تبعت الدي ان اي ويصنع منها دي ان اي، او ياخذ النيوكليوتيدز تبعت الار ان اي ويصنع ار ان اي، حسب نوع البوليميريز، ار ان اي بوليميريز او دي ان اي بوليميريز. برايميز، شو ملاحظين في اسم الانزيم؟ آخره ASE. ايوه، فاذا اسماء الانزيمات في الاغلب تنتهي بايز، تنتهي بكلمه ايز. يسبق هذه الاحرف ايز يسبقها وصف، هذا الوصف قد يصف الفانكشن، وظيفة الإنزيم، قد يصف السبستريت تبع الإنزيم. بعض الإنزيمات أسمائها حتى تصف المنتجات في اسمها. إذا هذا الاسم أنت ممكن مو بس تستنتج إنه إنزيم، لا، ممكن تستنتج الوظيفة، ممكن تستنتج اسم السبستريت، أحيانا بيكون اسم المنتج كمان موجود في اسم السبستريت، في اسم الإنزيم. تمام؟ فإذا معظم الإنزيمات تحتوي على كلمة إيز،
وتحتوي على معلومة عن نفسها، سبستريت، فانكشن، برودكت، ممكن الثلاثة يكونوا موجودين في الاسم، فتعرف الإنزيم شو بيساوي بالضبط. طيب شو رأيك في هذا الإنزيم اللي رح أكتب لك اسمه؟ شبسة. هل من الاسم ممكن تعرف إنه هذا إنزيم؟ بيبسين، موجود في المعدة، إنزيم هاضم. هل ممكن تعرف من الاسم فقط إنه هذا إنزيم؟ لا لا. هل بيعطيك أي فكرة عن شغله من اسمه بس؟ لا. طيب تريبسين مثلا، برضو هذا إنزيم هاضم للبروتينات في الأمعاء، برضو هذا الاسم ما بيعطيني أي لمحة على إنه هذا الشيء إنزيم وإنه هذا الشيء بيشتغل كذا وكذا. إذا هناك exceptions، إذا في بعض الإنزيمات استيل حافظت على اسمها القديم، هاي أسماء قديمة، وهي الأسماء القديمة ما تغيرت وظلت موجودة، لكن معظم الإنزيمات أسماءها تنتهي بإيس ويدل اسمها على شيء من شغلها. تمام، كويس لهون. تمام. أوكي حلو. إذا قلنا أنه هذا هو الإنزيم، هذا هو الأكتيف سايت، هذا هو السابستريت. أوكي طيب، هلا بعض الإنزيمات بكون فيها جيبة أخرى، جيبة، موقع آخر. هذا الموقع لا يعطي منتجات، لا يقوم بالتحفيز، لكن وظيفته إنه بيأثر على شغل الإنزيم، بيأثر عليه. مثلا ما بعرف إذا أخذتوا هذا في الأحياء، المفروض إنكم غطيتوه. في عندي هذه المادة، هذه المادة بسموها inhibitor، non competitive inhibitor، هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن مثبط لا تنافسي. كيف بتثبط الإنزيم؟ بتعرفوا هي ما بترتبط في الموقع الفعال، لا، إنما بترتبط في جيبة أخرى ليست جيبة الموقع الفعال، بسموا هذه الجيبة allosteric site. سمعتوا فيها من قبل؟ allosteric site، أو بسموها أيضا regulatory site. إذا في موقع تاني بيكون موجود على الإنزيم، مش كل الإنزيمات عندها هذه المواقع، عدد من الإنزيمات عندها مواقع أخرى، الهدف منها تنظيم العمل، تنظيم العمل، لذلك بنسميها regulatory site، أو كمان بنسميها allosteric site. إيش يعني كلمة allosteric؟ It means other sites، المواقع الأخرى. كلمة allosteric تعني others، other site. أوكي تعال نشوف شو رح يعمل الآي، هذا الآي في الإنزيم. يرتبط الآي مع الallosteric site، أوكي تخيل إنه ارتبط معه، فيغير شكل الإنزيم تغيير بسيط. شو رأيك في التغيير البسيط اللي صار في شكل الإنزيم؟ هل أصبح الإنزيم أكثر ملائمة مع السبستريت أم أقل ملائمة؟ أقل ملائمة. أقل ملائمة، so less fit. Less fitting with what? With substrate. معناته برأيك شو رح يصير في نشاط الإنزيم؟ هل رح يصير أسرع أم أبطأ؟ أقل. يقل. So activity تبعت الإنزيم، activity of enzyme will decrease or increase? Will decrease. لذلك بنسمي المادة هاي اللي رسمتها قبل شوي بنسميها inhibitor، inhibitor مثبط. تمام كويس واضح، لأن هلا بدي أنطلق لنقطة ثانية. واضح يبدو أنه واضح. أوكي سو في عندنا إشي اسمه allosteric أو non-competitive in inhibitor، allosteric inhibitor. Okay. That make the enzyme that change the shape of the enzyme so it will be less fitting with the substrate. يعني in another word the activity of enzyme will decrease. Will decrease. The same enzyme. Okay. وهذا بدي ارسم لك هلا السابستريت.
يرتبط عندنا مادة، هذه المادة رح ترتبط في الألاستريك سايد. هذه المادة لما ارتبطت في الألاستريك سايد أيضا غيرت شكل الإنزيم تغيير بسيط. تعال نشوف التغيير اللي صار. شو رأيك في التغيير اللي صار؟ هل أصبح more fitting أو less fitting with the substrate؟ marketing More fitting، so more fitting with what؟ With substrate. وبالتالي بتتوقع نشاط الإنزيم يزيد أم ينقص؟ يزيد يزيد. Yeah, so enzyme activity increase. So هل بقدر أعتبر هذه المادة X، هل بقدر أعتبرها inhibitor؟ لا لا ولا شو بعتبرها؟ يمكن أكتر. كوفا لا مش كوفاكتور، نو مساعد هي يعني اكتيفيتر اكتيفيتر عكس انهبيتر. بدلها اكتيفيتر، برافو، اكتيفيتر. اذا نحن معناته انا هيك بفهم من حضرتك انه نحن ممكن نأثر على نشاط بعض الانزيمات عن طريق الالاستريك سايت، اذا كان هذا الانزيم يملك هذا الموقع، عن طريق فكرة تسمى allosteric regulation. رح يمرق معي خلال الكورس عدد من الallosteric regulations، لازم نكون أصلاً فاهمين شو معنى الallosteric regulation. كيف أنا عشان هيك عم ببلش قاعدة أشرح في الإنزيم allosteric regulation. الallosteric regulation في عندنا inhibitors، في عندنا إيش؟ activators. بعض المواد بترتبط في هذا السايد بتخلي الإنزيم يتلائم أكثر مع شكل السبستريت فبتنشط عمل الإنزيم، بسميها أكتيفيتر. بعض المواد الأخرى ممكن ترتبط مع هذا الإنزيم في هذه الجيبة وتأثر على شكله بشكل سلبي فتخليه أقل ملائمة وبالتالي تقلل من نشاطه. Okay. So we have allosteric inhibitors وفي عندنا allosteric activator. Okay. فإذا هذه واحد من الطرق التي يمكن أن أقوم بإيش؟ بالتأثير فيها على نشاط الإنزيم، تمام؟ يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك، في إشي؟ في سلايدات ندرس منهم المادة ولا كيف، أو الشرح أو شيء؟ أوكي، هلا هذه المادة هي مش مطلوبة منك للامتحان، ولكن هذه المادة أنا بتساعدني، إذا أنت بتفهمها هلا بتساعدني في البايوكيمستري كتير. معظم شغلي في البايوكيمستري تفاعلات، والتفاعلات تحتاج إلى إنزيمات. فإذا أنت مش فاهم الإنزيم كويس فرح يعني رح تتغلب. فلذلك أنا بدأت الشرح في الإنزيم، عم بعطيك بعض المعلومات الجديدة زي الألاستريك أكتيفيتر، ولسه رح أعطيك كمان لقدام شوي حتى لاحقا لما أنا وياك ندرس البايوكيمستري يكون الموضوع كتير سهل، تمام؟ هلا تمام، هذه تسلم. المادة اللي بشرحها أنا ما عليها أسئلة، هي إشي إضافي مني، لكن هو رح يساعدني بعد شوي، رح تحس إن المادة صارت سهلة، تمام؟ تمام، شكرا. أوكي. طيب، شو أيضاً أو كيف ممكن كمان نأثر على نشاط الإنزيم؟ غير عن طريق الـ allosteric activator والـ allosteric inhibition، كيف ممكن نأثر على نشاط الإنزيم؟ بعض الطلاب بيحكوا لي الحرارة temperature، إنه أنتِ إذا رفعتي درجة الحرارة، نحن أخذنا في الأحياء، إذا رفعنا درجة الحرارة شو بصير في التفاعل؟ بصير سريع، بيزداد، تزداد سرعة التفاعل. لكن أنا عندي هون استفسار، إنه رح أوصل لنقطة فيها سرعة التفاعل أعلى ما يمكن، لكن إذا رفعت درجة الحرارة أكثر شو بصير؟ ممكن بصير تقل تفقد سرعة تفتح التفاعل، يا بتنزل سرعة التفاعل، لأنه نشطه. يا بيخرب الإنزيم، بيخرب شكله وبيصير عندي denaturation. فهل برأيك جسم الإنسان ممكن يخلي الإنزيم يمشي أسرع عن طريق رفع درجة الحرارة؟ هل هذا الكلام وارد؟ لا لا. فإذا أي نعم الحرارة بتأثر على شغل الإنزيم، بس جسم الإنسان ما بيستخدم هاي الطريقة. إذا إلى الآن الطرق المستخدمة allosteric regulation، التمبريتشر ما فيني أستخدمها allosteric regulation، تمام. في عندنا كمان عامل درسناه أيضا بيأثر على شغل الإنزيم، هذا العامل كان اسمه البي اتش يا الـ pH. مثلا
انزيم البيبسين كانت البي اتش تقريبا الاوبتيمم تبعته اللي هي 2، واقل منها واكثر منها شو كان يصير في سرعة التفاعل؟ تنزل. فهل ممكن انا جسمي يستخدم هاي الطريقة، طريقة البي اتش، عشان يأثر على شغل الانزيمات؟ لا ليه؟ لايسوسومال انزيم مثلا، شو رأيك فيها؟ اللايسوسومال انزيم حصرتها الخلية في داخل اللايسوسوم وحافظت على بي اتش تقريبا 4، بحيث انه الانزيمات تكون اكتف فقط في اللايسوسوم. وانس طلعت الانزيمات لبرا، برا اللايسوسوم، طلعت مثلا للسيتوبلازم، هل برأيك رح يكون شغلها سريع هاي الانزيمات؟ لا لا. فإذا يا الجسم الإنسان أو الخلية استخدمت فكرة البي اتش في هذا الموضوع، مثلا لايسوسومال إنزيم حشرت هذه الإنزيمات في مكان ووفرت البي اتش الخاصة لهذه الإنزيمات، بحيث إنه إذا طلعت خارج هذا المكان يكون شغلها بطيء، أو شغلها لا تعمل، بما معناه يصير عندها ديناتشوريشن. تمام، أوكي. هل في طريقة تانية كمان إنه نخلي سرعة التفاعل تزيد؟ مثلا في A، كمان تركيز للإنزيم. برافو، والله لسه جاي أحكي، A تذهب إلى B، تمام، عن طريق الإنزيم A. هل ممكن أن أخلي سرعة التفاعل تكون أكثر، مع العلم أن سرعة التفاعل هي قديش منتجات B مصنعة خلال وحدة زمن؟ أوكي، فزميلتك قالت إذا أنت كتير معني بهذا التفاعل يمشي أسرع ولمدة طويلة، فشو نعمل في كمية الإنزيم؟ من سيدها زيد، أيوة زيد من تركيز الإنزيمز. ساعتها شو بيصير في كمية المنتجات؟ أيضا بتزيد. بتزيد كمان. طيب هل ممكن جسم الإنسان يستخدم هاي الطريقة لزيادة سرعة التفاعل؟ هل يمكن أن يقوم بزيادة تركيز الإنزيمات؟ الجواب نعم. ممكن. يا شو اللي بيعمل؟ بيعمل نسخ أكثر للجين، وبالتالي ترجمة، وبالتالي الحصول على عدد أكبر من الإنزيمات، صح؟ نسخ وترجمة، صح ولا لا؟ مش حكيتوا لي الإنزيمات معظمها عبارة عن بروتينات؟ إذا نسخ وترجمة أكثر، إذا إنزيمات بعدد أكثر، صح؟ مظبوط؟ مظبوط. تمام، هذا الكلام نحن بنسميه إندكشن. إندكشن ايش يعني؟ اندكشن، اندكشن يعني تحفيز على التصنيع، من كلمة induce. induce بالانجليزي يعني يحفز. so induction يعني زيادة تركيز الانزيمات. طيب لربما الجسم ما بده هذه الكمية الكبيرة من بي، وجد انه يكفيه ويكفيه جزيئين فقط من بي، ما بده 5 أو 10 جزيئات من بي، شو يسوي في الانزيمات اللي موجودة؟ هل تبقى على نفس العدد؟ حللها. أحسنتي. إذا بقول الإنزيمات أنا ما بدي خمس، سوري، بقول الجسم أنا ما بدي 5 إنزيمات، that's too much، فببلش إيش يسوي؟ يقلل من عدد الإنزيمات المتوفرة، وبالتالي شو بيصير في سرعة التفاعل؟ سرعة التفاعل بتنزل برضو. إذا يقلل من عدد الإنزيمات عن طريق إيش؟ إنه يكسر بعضها، صح ولا لا؟ وإيش بالنسبة للنسخ والترجمة؟ هل يبقى على نفس مستوى النسخ والترجمة؟ يقلل؟ بوقع عملية النسخ. يقلل نسخ الجين، يقلل النسخ. لما بنقلل النسخ معناته بتقل الترجمة، وهيك أعداد الإنزيمات بتنزل. هذا الكلام نحن إيش بنسميه؟ بنسميه ريبريشن، جاية من كلمة ريبريس. ريبريس يعني يثبط أو يقلل. ريبريشن، ريبريشن إذا أن تتلاعب بتركيز الإنزيم بحيث انك تقلل من تركيزه المتوفر. اندكشن معناته انك تزيد من تركيزه المتوفر، اوكي؟ فاذا جسم الانسان ممكن يتلاعب بسرعه التفاعل عن طريق التلاعب بكميه الانزيمات الموجوده، يزيدها او يقللها. طيب هل الاندكشن والريبريشن برايك تحتاج الى وقت ام انها سريعه التاثير؟ خلال ثواني تلاحظ التاثير على السرعه. سريعة. هل عملية إنك تصنع إنزيم جديد من الصفر، هل عملية هاي العملية سريعة أم بطيئة؟
إذا بدك تعمل إندكشن، هل هذا الكلام يحتاج إلى وقت ولا خلال ثواني بتلاقي الجسم سوى هذا الكلام؟ أنسخ وعدل المنسوخ ثم أخرج المنسوخ أو الـ mRNA بتوقف للسيتوبلازم بطيء على الأغلب. ثم أترجم ثم أعدل المترجم ثم أخرج إلى مكان الشغل. بطيئة، إذا تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت. نفس الشيء الريبريشن أيضا يحتاج إلى وقت، يعني مش خلال ثواني بتلاحظ أنه الإنزيمات تركيزها نزل لأنه الجسم غير رأيه، ما بده هالكمية من بي. أوكي، فإذا الإندكشن والريبريشن بيحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت. لكن الألاستريك ريجوليشن هل يحتاج إلى وقت؟ مادة ارتبطت على الإنزيم غيرت شكله، هل هذا الكلام يحتاج إلى وقت؟ لا. لا، شايفين؟ فإذا ما ما عملت الطرق عملية الريجوليشن، للصفر. صحيح، ما طرق الريجوليشن تأثيرها السريع على سرعة التفاعل أو على نشاط الإنزيم، وبعض طرق الريجوليشن تأثيرها بطيء يحتاج إلى وقت حتى تلاحظ إنه صار في تغيير في الرياكشن. أوكي؟ طيب خلص الوقت للأسف، صح ولا لا؟ لا لسه ما خلصنا، صحيح، لل11 لخبطت. أوكي، فإذا نمسح السبورة ونرد نعيد الذكر. طرق الريجوليشن قلنا اللوستريك ريجوليشن، صح ولا لا؟ الطريقة الثانية البي اتش، الطريقة الثالثة اندكشن، ايوه، اند بوت، شو رأيكم؟ اند صرتوا ناسيين، اند ريبريشن. ورح اكتب جنب هذه النقطة ساعة، ساعة يعني انه تحتاج الى وقت. اوكي، الرمز ساعة يعني هذا الكلام يحتاج الى وقت. اوكي، في عندي طريقة رابعة، الطريقة الرابعة رح اكتب اسمها ورح اشرحها. كوفالنت موديفيكيشن، التعديل باستخدام أي نوع من أنواع الروابط؟ شو يعني كوفالنت؟ تساهمية. تساهمية، إذا سأعدل نشاط الإنزيم باستخدام الرابطة التساهمية. بعض الإنزيمات، أوكي، بقدر أنا كخلية أضيف عليها مجموعة وأربط هذه المجموعة برباط تساهمي. في أغلب الأوقات هذه المجموعة هي مجموعة فوسفات. إذا بعض الإنزيمات، مش كلهم، بنقدر نضيف عليهم مجموعات إضافية بروابط تساهمية، وفي الأغلب بتكون هذه المجموعة هي مجموعة فوسفات. إضافة هذه المجموعة تؤثر على نشاط الإنزيم. بعض الإنزيمات إذا بضيف عليها هذه المجموعة تصبح نشيطة أكثر. أوكي، في هذا السابستريت مثلا، والبعض الآخر أرسم لك إنزيم من نوع آخر. هذا هو السابستريت. والبعض الآخر إذا أضفت له مجموعة فوسفيت هل يصبح نشيط برأيك؟ لا، أقل نشاطا، إذا خامل. إذا بعض الإنزيمات، برد بكرر، مش كل الإنزيمات بقدر أضيف عليها هاي المجموعة. بعض الإنزيمات في عندنا قدرة أن نضيف عليها مجموعات بروابط تساهمية فيتعدل نشاطها. هاي الطريقة بنسميها covalent modification. المجموعة الأكثر إضافة إلى الإنزيم هي مجموعات الفوسفات، هي أكثر مجموعة ممكن نضيفها، مع أنه في مجموعات أخرى كمان ممكن تنضاف، لكن الأكثر يعني معرفة والأكثر إضافة اللي هي مجموعة الفوسفات. بعض هذه الإنزيمات إضافة الفوسفات تجعلها نشيطة، والبعض الآخر إضافة هذه الفوسفات تجعلها ماذا؟ inactive. طبعا تضاف هذه المجموعة عن طريق إنزيمات أخرى، يعني في عندنا إنزيمات أخرى في الخلية تقوم بإضافة الفوسفيت. هذه الإنزيمات تكون تحت تأثير مثلا الهرمونات، تحت تأثير الإشارات، هي اللي بتتحكم فيها. إذا هرمون أو إشارة بيأثر على هذه الإنزيمات اللي بتعمل عملية فسفرة، وبالتالي نحن بهذا الشكل بنكون أثرنا على نشاط إنزيم موجود في مرحلة أيضية
في مسار أيضي. برأيك هل هذه الطريقة تحتاج إلى وقت؟ أضف مجموعة الفوسفات يتغير شكل الإنزيم قليلا، هل هذا الكلام يحتاج إلى وقت؟ لا ما بحتاج. لا يحتاج إلى وقت، طالما الهرمون موجود على المستقبل تبعه وأثر على الإنزيم الذي يقوم بعملية الفسفرة، فوانس حدثت الفسفرة فالتأثير سريع، على طول بصير الإنزيم نشيط أكثر أو خامل أكثر. هل هناك قانون معين أحكي لك إياه أنه the phosphorylation of enzyme will make the enzyme active؟ هل بقدر أحكي هذا الكلام؟ لا، لأنه حسب، ممكن يكون خامل، صح، يصير خامل أو يصير برافو نشيط. برافو. فإذا ما في عندي قانون، زي ما بحكي مثلا واحدة لما بتمسك كتاب الأحياء وبتيجي على المحاضرة بتكون كتير نشيطة، والتانية واحدة تانية أو طالبة تانية بتمسك كتاب الأحياء التقيل وبتيجي على المحاضرة بس بتكون كسلان. أوكي، فتأثير كتاب الأحياء على الطالبتين كان مختلف. فإذا ما بقدر أعطي هون قانون أحكي إنه إضافة مجموعة الفوسفات بتخلي الإنزيم نشيط، ما في قانون. أوكي، لأنه في البعض يكون نشيطا والبعض الآخر بيكون خامل. هل كل الإنزيمات بقدر أضيف عليها مجموعة الفوسفات؟ لا. أوكي، طيب هل كل الإنزيمات بقدر أعمل عليها اللاستريك ريجوليشن؟ كمان الجواب لا. أوكي، فإذا بعض الإنزيمات ممكن أعمل لها تأثير على نشاطها عن طريق الألاستريك ريجوليشن. إيش يعني ألاستريك ريجوليشن؟ يعني إنه في مادة بترتبط في الألاستريك سايت وبتأثر على نشاط الإنزيم. بعض الإنزيمات بقدر أعمل لها كوفالنت موديفيكيشن. إيش يعني كوفالنت موديفيكيشن؟ يعني إني أضيف مجموعة على الإنزيم برباط تساهمي فيتأثر نشاطه. تمام، إذا الجسم رغب إنه يزيد من تركيز الإنزيم أو يقلله فهذا الكلام يحتاج إلى وقت induction and repression. بعض الإنزيمات البي اتش كتير بتفرق معاها، لذلك أنا بحبسها في مكان وبوفرها البي اتش المناسبة، زي مثلا إنزيمات اللايسوسوم. واضح؟ أوكي، نسأل سؤال، نسأل سؤال. إذا كان دكتور الإنزيم الصوت راح. هلا واضح معكم الصوت؟ اه سامعيني؟ واضح. تمام، اه خليني أسأل سؤال. إذا كان الإنزيم ألف، هذا نسميه الإنزيم ألف، لما نحط عليه مجموعة فوسفات بصير نشيط، بصير أكتف، معناته إذا وفرنا إنزيم يقوم بالعكس اللي هو إزالة مجموعة الفوسفات سيصبح الإنزيم unactive. inactive. صحيح. أيضا إذا أنت كان عندك معلومة أن الصورة المفسفرة للإنزيم نشيطة، فتحصيل حاصل الصورة الغير مفسفرة تكون غير نشيطة. أوكي، فمثلا عدم وجود هذا الهرمون معناته عدم نشاط لهذا الإنزيم، فالإنزيم اللي بيشتغل في الطريقة المعاكسة هو اللي بيكون نشيط، بوفر للإنزيم بأي صورة بهذا الشكل في الخلية. تمام؟ أوكي، كمان مرة السؤال بشكل آخر. هذا الإنزيم اللي على شكل دائرة، أوكي، إذا هذا الإنزيم اللي قام بفسفرته كان غير نشيط، فمعناته الإنزيم المعاكس هو اللي رح يكون شغال معي، معناته رح يكون الإنزيم في نهاية المطاف بهذه الصورة في الخلية، وهذه هي الصورة النشيطة أم الخاملة؟ النشيطة. نشيطة. نشيطة. نشيطة، برافو. أوكي، فإذا واحدة من الصور لما بتعرف كيف نشاط الإنزيم فيها بتقدر تعرف الصورة الأخرى. أوكي، تمام، خلينا نرجع للسلايدات. إحنا كنا بشابتر 7، لكن قبل ما أدخل في شابتر 7 عملت ريفيو على الإنزيم. تكلمنا عن الوظائف، أنه هو بيسرع التفاعل، تكلمت عن بعض المصطلحات سبستريت برودكت، أتكلمنا عن اسم الإنزيم، أنه اسم الإنزيم لازم يكون فيه كلمة إيز، وقد يسبقه وصف للوظيفة أو للمنتج أو للسبستريت، وأنه في عنده استثناءات زي البيبسين والتريبسين. حكينا أنه الإنزيم سبيسيفيك لأنه في عنده موقع نشط أكتيف سايت. تعرفنا على مصطلح أو راجعنا مصطلح سابستريت اللي هو المادة اللي بترتبط في الأكتيف سايت، هذا السهم، شايفين في الآيباد بعض الأشياء ما بتكون واضحة،
هذا سهل. سبستريت، وإن المادة التي تنتج بنسميها برودكتس. أوكي، تعرفنا على تركيب الإنزيم. معظم الإنزيمات عبارة عن بروتينات، بعضها قد يكون RNA. في عندنا هون شيء كمان خلينا نراجعه، بعض الإنزيمات تحتاج إلى مساعد، إنزيم هيلبر. في البيولوجي تعرفنا على الكو إنزيمز وعلى الكو فاكتور. الكو فاكتورز هي اللي بتساعد الإنزيم وبكون أساسها معدن زي حديد، مغنيسيوم، زنك. أما الكو إنزيم فبكون المساعد أساسه، تركيبه. شو رأيك؟ الكو فاكتور كان تركيبه معدن ميتال زي هدول. أما الكو إنزيم فهو أيضا بيساعد الإنزيم وبكون تركيبه فيتامينز. فيتامينز أو فيتامينز ديريفيتيف، بكون من الفيتامينات أو مشتقاتها. مثل مين؟ مثل ناد بلس. ناد كيف احنا بنصنعها؟ ناد بلس او ناد اتش، نحن بنصنعها من فيتامينات، من فيتامين اسمه نياسين. في عندي فيتامين لازم اخذه من الطعام اسمه نياسين، جسمي بيستفيد منه وبيشتق منه ناد بلس ناد اتش. اوكي، ايضا عندي مثال اخر، فاد اتش 2. برضه في عندي فيتامين معين لازم اخذه في الاكل، بشتق من هذا الفيتامين، بشتق منه فاد اتش 2. تمام، سؤال، ناد بلس بتساعدني في أي نوع من أنواع التفاعلات؟ ناد بلس بتساعد الإنزيمات اللي شو بتعمل؟ شو التفاعلات اللي بتسويها هاي الإنزيمات؟ التنفس الخلوي. الخلوي يا اللي إحنا شو بنعمل في التنفس الخلوي؟ حلو بننتج الجلوكوز اي تي بي. إحنا نسرق إلكترونات، صح ولا لا؟ فإذا المادة بدي أعمل لها عملية أكسدة، A مثلا عندها إلكترونات، بدي أحولها إلى المادة A من دون إلكترونات، إذا أنا شو سويت؟ سرقت الإلكترونات، إذا أنا عملت أكسدة، أوكسيديشن. أوكسيديشن it means loss of electrons. O أوكسيديشن، loss of electrons. لما بدي أعمل أكسدة بدي حد يحمل الإلكترونات، ناد بلس مستعدة. So ناد بلس it act as a helper of the enzyme. It helps the enzyme in what? It accept electrons. صح ولا لا؟ تمام؟ تمام. إذا في عمليات الأكسدة لما أنا بسرق الإلكترونات من المواد بيلزمني حدا يساعد الإنزيم في هذه السرقة. مين مستعد يسرق معاها ويساعدها في السرقة؟ نادي بلس. بعض الإنزيمات بتاخد فاد كمساعد. إذا كان المساعد ناد بلس فناد بلس سيتحول إلى ناد اتش. إذا كان المساعد فاد ففاد سيتحول إلى فاد اتش 2. تمام؟ أوكي، ناد اتش ممكن تساعدني في أي نوع من أنواع التفاعلات. يلا، شو الإنزيم اللي بيحب يستخدم ناد اتش؟ شو بكون شغله أصلاً في الحياة؟ هل بكون شغل هذا الإنزيم اللي بيحتاج ناد اتش كمساعد، هل بكون شغله إنه يأكد المادة؟ يعطي الكترونات. إذا يا بكون شغله إنه يعمل اختزال، ريدكشن. إذا الإنزيمات اللي بتعمل ريدكشن اللي هي بتاخذ المادة A وبتحولها إلى A مع إلكترونز. أوكي، الإنزيمات اللي بتعمل اختزال للمواد محتاجة إلى مساعد، هذا المساعد يحمل الإلكترونات ويعطيها للإنزيم عشان يستخدمهم. المساعد قد يكون ناد اتش، قد يكون فاد اتش 2 مثلا، قد يكون ايضا ناد بي اتش، ما بعرف اذا سمعتوا فيه ناد بي اتش، هذا ابن خاله لناد اتش بس بيفرق عنه بمجموعة فوسفات. تمام، فاذا الهيلبر بعض الانزيمات تحتاج الى مساعدة، قد يكون هذا المساعد ميتال بسميه كوفاكتور زي الحديد، مغنيسيوم إلى آخره، وقد يكون هذا المساعد فيتامين فبسميه كإنزيم أو مشتق فيتامين زي مثلا ناد بلس وناد اتش، أحدهما يساعد في تفاعلات الأكسدة، الآخر يساعد في تفاعلات الاختزال، فاد وفاد اتش 2 مثلا فيتامين دي. ألخ ألخ من الأمثلة، واضحة؟ أوكي.
سمعناك يا دكتورة عم تحكي عن إشي اسمه Metabolic Pathway. ما تعريفك لكلمة Metabolic Pathway؟ إيش يعني كلمة Pathway؟ حدا عنده فكرة؟ Pathway التفاعل، تفاعل، طريق أو ways. هل هو تفاعل واحد؟ لا بيكون في ستبس. Steps. يا إذن هي سلسلة من التفاعلات، المتصلة أم المنفصلة؟ متصلة. متواصلة يا وراء بعضها البعض، وتهدف إلى إنتاج منتج. هذا معناه pathway. إذا pathway تعني A تعطي B، B تعطي C، C تعطي D، D تعطي F. أوكي، إذا هذا اللي أمامك هو pathway. A بنسميها the starting molecule، المادة التي سيبدأ فيها الميتابوليزم أو الميتابوليك pathway. و F شو بنسميها؟ بنسمي F اللي هو الجول أو المنتج product. هذا هو هدف الميتابوليك باثوي اللي هو إنتاج F. طيب B و C و D شو بنسميهم؟ منتجات ما بتلحق تنتج من تفاعل اللي هي داخلة في التفاعل اللاحق، أنتجنا B لكن على طول استغليناها وحولناها إلى C. شو رح نسمي B؟ شو رح نسمي C أيضا و D؟ تفضلي. intermediate Intermediates، يا مواد وسيطة. Intermediates. B و C و D Intermediates. A starting molecule، F اللي هو الجول أو البرودكت. أوكي؟ كويس؟ قد يكون الباثوي هدمي كتابوليزم، وقد يكون أيوه أنابوليس. أنابوليزم، وقد يكون بنائي. فالميتابوليك باثوي في عندنا نوعين منها، هدمي وبنائي. أوكي؟ مثلا الجلايكوليسيس اللي هو تحويل الجلوكوز إلى في عدة خطوات إلى بايروفيت، هل هذا أنابوليزم أم كتابوليزم؟ كتابوليزم. كتابوليزم، برافو. فإذا الباثوي ممكن يكون هدفه البناء وممكن يكون هدفه أيضا الهدم، تمام؟ أوكي ماشي. مرة ثانية نرسم الرسمة بشكل مرتب أكثر. A تذهب إلى B عن طريق E واحد، B تذهب إلى C عن طريق E اثنين، D عن طريق E ثلاثة، E أربعة. كيف ممكن الجسم ينظم سرعة الميتابوليك باثوي؟ يعني بمعنى آخر مثلا ينتج F بكميات أكبر حسب احتياجاته، أو ممكن احتياجاته قالت له انتج F بكميات أقل. كيف ممكن أتحكم بسرعة الميتابوليك باثوي؟ الجواب أكيد عن طريق التحكم بسرعة إيش؟ الإنزيمات، صح ولا لا؟ صح. مظبوط؟ أوكي، فإذا للتحكم بسرعة الميتابوليك باثوي نحن لازم نتحكم بسرعة الخطوات. يا ترى هل أتحكم بسرعة كل خطوة من هذه الخطوات؟ أحياناً الباثوي بيكون فيه شيء 20 خطوة، هل من المعقول أن الخلية تصرف الوقت والجهد بالتحكم ب 20 إنزيم؟ ولا لازم الخلية تكون ذكية أكثر وتعرف من وين تؤكل الكتف؟ خلينا نعطي أمثلة رقمية. إذا عرفت أن سرعة الإنزيم واحد سرعته تقريباً 5 في الثانية، يعني بنتج 5 بي في الثانية الواحدة، سرعة E2 10 ينتج 10 سي في الثانية الواحدة، سرعة E3 1 يعني ينتج 1 دي في الثانية الواحدة، وسرعة E4 لنفترض أنها 9. برأيك أي من هذه الخطوات لازم الخلية تفكر فيها بزيادة وتحاول تعمل عليها تنظيم أو regulation، تسريع إذا لزم الأمر، تبطيء أكثر إذا لزم الأمر؟ هل تحط الخلية جهدها في الخطوة الثانية اللي سرعتها 10؟ لا بسرعتها أقل، أي واحدة يعني؟ يعني يعني اللي الخطوة هي الثالثة. الخطوة الثالثة. إذا أيوه، فإذا الخلية دائما بتوجه أنظارها إلى أبطأ خطوة، لأنه هي أبطأ خطوة. إذا أنا سرعتها فالتفاعل كله بيزيد، وإذا بطأتها أكثر مما هي بطيئة فالتفاعل شو بيصير فيه؟
بينقص. يعني لو افترضنا أنه الطالب قال لي هذه الخطوة أنا بدي أتحكم فيها وأخليها 20، هل أنا رح أستفيد إذا صارت 20؟ ما بستفيد. ليش؟ لأنه هذه الخطوة ستيل بطيئة، وهي اللي متحكمة بسرعة التفاعل جميعه، هي اللي متحكمة بسرعة إنتاج F، صح ولا لا؟ فإذا إذا أنت لعبت في الخطوة الثانية فأنت ما رح تستفيد، إذا لعبت في الخطوة الأخيرة برضه ما رح تستفيد، لأن هاي الخطوة هي اللي بتتحكم بالسرعة كلها. إذا الخطوة التي حددت سرعة التفاعل هي الخطوة الأبطأ، صح ولا لا؟ معي؟ الخطوة صح. المحددة لسرعة التفاعل هي دائما الخطوة الأبطأ. تعالوا ناخذ هذا العربي ونحوله إلى إنجليزي. بدل كلمة خطوة شو لازم أحط؟ ستيب. حلو. وبدل محددة شو أحط؟ ليميتينج. برافو، ليميتينج. وبدل سرعة التفاعل شو أحط؟ Speed up reaction. ريت. ريت يا ريت أسهل. ريت. سو هذه الخطوة، هذه الخطوة شو بسميها؟ شو بوصفها؟ بحكي عنها It is the rate limiting step، هي الخطوة المحددة لسرعة التفاعل، the rate limiting step. تمام؟ وهذا الإنزيم هو the rate limiting enzyme. Okay, so this is the rate limiting step and this is the rate limiting enzyme. تمام؟ Okay. فإذا الالاستريك ريجوليشن ان شاء الله لقدام بتوقع اشوفه اكثر شيء في الريت ليميتنج انزيم، الاندكشن اند ريبريشن زياده الانزيمات او تقليل الانزيمات كمان بلاقيها عند الريت ليميتنج انزيم والريت ليميتنج ستيب، الكوفالنت موديفيكيشن اكثر شيء بلاقيه عند الريت ليميتنج ستيب اند ريت ليميتنج انزيم. ماشي؟ فإذا الخلية ما بتحاول تضيع جهدها ومصاريها ووقتها إنها تنظم كل إنزيمات التفاعل، لا، بتحدد الشغل على إنزيمات معينة وبتحط في بالها إنها تختار الإنزيم الأبطأ والخطوة الأبطأ. وكل الريجيليشن اللي ذكرناه قبل شوي، اللاستريك ريجيليشن، كوفالنت موديفيكيشن، اندكشن اند ريبريشن، بالأغلب بتلاقيه متركز عند الريت ليميتنج ستيب والريت ليميتنج انزيم. تمام؟ واضحة الفكرة؟ واضحة. تفضل. واضحة. جود. نفس فكرة الساعة الرملية، تعرف الساعة الرملية؟ هاي هي الساعة الرملية بكون فيها رمل. أوكي، إذا أنا بدي الرمل يصير أسرع، ينزل أسرع، فهل أنت بتحط في بالك إنك تكبر قطر الزجاجة من هذا المكان؟ إذا بدك الرمل يمشي أسرع، هل بتروح بتكبر القطر؟ بدي لا. أوسع المنطقة نرى. أيوة، بتروح بتشوف وين المكان اللي بيمر فيه الرمل أبطأ ما يمكن، بتروح بتعمل له توسعة أكتر. إذا بدك تبطئ سرعة مرور الرمل، بتروح على المكان اللي بيمر فيه الرمل أبطأ ما يمكن وبتزيد النارووينج تبعه. أوكي، هاي نفس فكرة الريت ليميتنج ستيب. أوكي، نكمل. regulation of metabolic pathway اللي حكيناها مكتوبة أمامنا، عندنا الـ amount of enzyme، تحكم بكمية الإنزيم مثل الـ induction والـ repression. induction يعني أزيد التركيز، repression يعني أقلل. إذا بدي أزيد التركيز يعني أنا عم بزيد النسخ والترجمة، إذا بدي أقلل تركيز الإنزيمات فأنا إذا بقلل النسخ وبكسر عدد من الإنزيمات اللي already موجودة، وبالتالي بينزل تركيز الإنزيم مثلا من 10 إنزيمات متوفرة إلى 5 إنزيمات. الطريقة الثانية للريجوليشن اللي هي استخدام الانهيبيتورز والاكتيفيتورز اللي ذكرناهم قبل شوي. أيضا الطريقة الثالثة وما للأسف نسيت أكتبها على السلايد، ممكن أنت تكتبها، اللي هي كوفالنت موديفيكيشن. قلنا إيش الكوفالنت موديفيكيشن؟ انه نحن نضيف فوسفات على الانزيم، بعض الانزيمات بتستقبل مجموعة فوسفات، واستقبالها لهاي المجموعة
أو إزالتها إذا كانت مستقبلتها بيأثر على نشاطها، أوكي؟ وإذا كانت واحدة منها active فالصورة الأخرى تكون inactive. هذه بنسميها covalent modification. في عندنا كمان طريقة اللي هي control substrate availability. إيش يعني control substrate availability؟ يعني إذا حطينا إيه مثلا، عندي هون 10 إنزيمات، أوكي؟ 5 إنزيمات. إذا كان عندي 2 إيه، فقديش سرعة التفاعل في الثانية؟ 2، 2 بي في الثانية. طب لو حطيت سبستريت أكتر، 3 صاروا، هل تزيد سرعة التفاعل؟ نعم، تصبح 3. طيب لو حطيت 4، هل تزيد سرعة التفاعل؟ بتزيد. تصبح 4. حطيت 5، تصبح سرعة التفاعل 5 بي في الثانية. فإذا إيش اللي قاعد عم بيتحكم في سرعة التفاعل في هذا المثال؟ المتفاعلات أيوة، قديش حاطة متفاعلات، قديش حاطة سبستريت، قديش موفر سبستريت في داخل الخلية أو لهذا التفاعل. تمام، so control substrate availability. طبعا كلياتنا بنعرف إنه السبستريت بيأثر على سرعة التفاعل، إنه بيزيدها إلى حد معين، بعد هذا الحد لا أستطيع أن أزيد عن السرعة القصوى بي ماكس، صح ولا لا؟ مظبوط؟ لما يكون عندي 5 إنزيمات وأنا حاطة 5 سبستريت، إذا حطيت 6 سبستريت مع 5 إنزيمات، هل يمكن أن أزيد سرعة التفاعل أكثر؟ لا لا، على الفاضي، لأنه ما في لا مكان ترتبط معه. يا لأنه كل إنزيم حاليا مشغول بالارتباط. فإذا أنا بقدر أستفيد من هاي النقطة لحد معين، once أنا وصلت للسرعة القصوى الخلية ما فيها تزيد سرعة التفاعل أكثر إلا إذا زادت من تركيز الإنزيم. نرجع للأمانت of enzyme مرة تانية. تمام؟ أوكي يا جماعة، إحنا بهذا الشكل شرحنا أشياء مهمة بتساعدنا إن شاء الله لاحقا في الدخول لشابتر 7. هاي الأشياء أنا ما راح أسألك عنها في الامتحان، يعني ما بتنسأل فيها سؤالا، لكن هي كمفاهيم موجودة أصلا في داخل المساق كاملا. راح نشوف انزيمات مثلا مثلها اندكشن، ريبريشن، اللاستريك ريجوليشن، راح نشوف كوفيلنت موديفيكيشن بكثره في هذا الكورس، راح نشوف كلمه ريت ليميتنج ستيب في كل تشابتر. هذه الكلمه راح تكون موجوده في كل تشابتر، فعشان هيك لازم نكون فاهمينها. المره الجايه ان شاء الله بنبلش بتشابتر 7 اللي هو انترودكشن تو كاربوهيدريت، لانه واجب كثير صغنوط وانتم اوريدي بتعرفوه. بدي اياكم تقراوا السلايدات هاي. السلايد الأول بحكي لي عن أنواع الكربوهيدرات، مونو داي أوليغوبولي، رجاء راجعها. وبيحكي لي بعدين عن المولكيولار فورمولا، الصيغة، والموست كومن شوجر، وكيف ممكن نعمل كلاسيفيكيشن للمونوساكرايد حسب النمبر اوف كاربون والكربونيل لوكيشن، الدوز وكيتوز، وبيعطيني أمثلة. لاحظ إن هدول كلهم أخذناهم وين؟ في الأحياء. بيحكي لي عن وظائف المونوساكرايد، كيف ممكن أرسم المونوساكرايد لينير أو رينج، وكيف اني انا لما ارسمهم رينج في عندي الفا وبيتا. بعدين عندنا الدايسكرايد، راجع لي اياهم كمان في الاحياء. اشهر دايسكرايد اللي هم مالتوز وسكروز ولاكتوز، وفي عندنا واحد اسمه ايسومالتوز، يا ترى من هذا؟ وانه الرابطه اللي بتجمع تو مونوسكرايد بنسميها الرابطه السكريه او جلايكوسيديك بوند. لاحظ كله عباره عن عمليه مراجعه. اوكي، مثلا هذا هو السكروز كمثال. عندنا هون البوليسكرايد، مثلا عندنا الأمايلوز والأمايلوبكتين والجلايكوجين. شوف لي شو بيفرقوا عن بعض، المرة الجاية رح نشرح عنهم سريعا. الستارش والسيليلوز شو بيفرقوا عن بعض. أوكي، إلى هذه النقطة مطلوب منك تقرأهم وتراجع معلوماتك في الأحياء. تمام، يعطيكم العافية. الله يعافيك العافية دكتورة. دكتورة.